قبل استكمال الصحف لهذا اليوم سوف ننتقل إلى مجلس النواب مع الزميل نعيم برجاوي الذي يتابع جلسات اللجان اليوم وتحديدا مسألة الكابيتال كنترول. نعيم. نعم ريس. نعم، يعني ما هو مسار هذه الجلسة اليوم؟ ويعني يقال بأن هذا هو يوم الحسم بالنسبة لموضوع الكابيتال كنترول، ما هي آخر المعطيات لديك حول هذا الموضوع؟ نعم ريف، بحسب ما قال نائب رئيس مجلس النواب أمس إلياس بالصعب أن الجد بلش بموضوع الكابيتال كنترول. معروف أن مشروع القانون قانون الكابيتال كنترول يعني منذ أكثر من عام ونصف لا تزال هناك محاولات لإقرار هذا القانون، لكن كل هذه المحاولات تحول دون إقراره، وبالتالي وسط خلافات بين النواب وتحديدا بعض من يحاول ان يعني اختلافات بشان هذه الصيغه، بالتوازي هناك ايضا معارضه لهذا لصيغ المشاريع التي قدمت بشان الكابيتال كنترول، لا سيما من قبل عدد من النقابات المهنيه وايضا عدد من الجمعيات التي تمثل المودعين. بالنسبه لجلسه اليوم من المفترض ان يبدا مناقشه بنود المشروع وهي حوالي 14 بندا، 14 بند ستتم مناقشتها بند بعدما فشل مجلس النواب أمس أو جلسة اللجان النيابية المشتركة بالأمس من مناقشة هذه البنود بالتفاصيل، وذلك على أثر الخلافات والتي خرجت هذه الخلافات إلى العلن أمس كما تحدث نائب رئيس مجلس النواب، حيث أكد أن البعض ممن يعني البعض من النواب وأيضا عدد من يعني الجهات المصرفية تحاول فرض هذا المشروع، مشروع قانون الكابيتال كنترول، وما له من يعني تأثيرات على سير المالية العامة والشؤون المصرفية. بكل أحوال إلى جانب النائب قبلان عضو كتلة التنمية والتحرير، هل في أمل أنه ينبت الكابيتال كنترول؟ وليش في بعض الجهات ما بدها هذا القانون؟ هلا امل انه ينبت كمشروع قانون بالكامل؟ لا، هناك ملاحظات على بعض المواد، هناك الغام بهذا المشروع يجب ان يتم تحييدها. نحن عم ندرس هذا القانون من زاويه مصلحه الناس، مصلحه الناس تعني بالاساس مصلحه المودعين. اي بحث في اي كابيتال كنترول او في اي قانون بيتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي يجب ان ينطلق من فرضيه يعني بسيطة وواضحة، أموال المودعين. بدنا نتجاوب على هاي النقطة، وين أموال المودعين؟ وين راحت؟ بين المصارف وبين المصرف المركزي وبين الحكومة هذه الأموال ضاعت. الثلاثة بيتحملوا المسؤولية. في مصرف فلس؟ لا، ما في مصرف فلس، فإذا وين الأموال اللي كانت عنده؟ في مصرف تعثر استثماريا؟ ما في مصرف تعثر استثماريا. المصرف المركزي هالأموال اللي راحت لعنده وين أخذها؟ عطاها للحكومة؟ تفضل الحكومة وتقول هذه الأموال كيف استعملت وكيف ستعاد هذه الأموال إلى الناس. إذا كان المطلوب إرضاء البنك الدولي أو حماية المصارف، نحن ما عندنا مانع بحماية المصارف، ولكن حماية المودعين قبل حماية المصارف. يجب أن تعاد وتثبت وتحفظ أموال المودعين قبل أي أمر آخر. إذا كان الهدف من هذا القانون اليوم منع التحويل إلى الخارج، نحن مع منع تحويل أي أموال إلى الخارج إلا لغايات تجارية أو استشفائية أو تعليمية أو ما يرتبط بمعاهدات دولية ومؤسسات دولية مثل السفارات وغيره. هذه مسألة بتكفي وما نروح على أي بحث تاني. يعني خلي ضياع الأموال أمر واقع، أنه والله بلشنا عم نحكي بالوضع النقدي والاقتصادي وتركنا أموال المودعين على جنب. لا، خلي بلش البحث بأموال المودعين ومن سيتحمل المسؤولية. ونحن بنأكد وبنكرر ثلاث جهات تتحمل المسؤولية: المصارف، المصرف المركزي، والحكومة. نعم نعم، أنا حطيت مصرياتي بالبنك، وين أخذهم؟ عطانا البنك المركزي، شو عمل فيه البنك المركزي؟ عطانا الحكومة، شو عملت الحكومة؟ ثلاثة هول بيتحملوا المسؤولية. فإذا يجب أن يعني يكون الخطة الاقتصادية وخطة التعافي والخطة المالية تنطلق من هذه. فرجونا وين أموال الناس حتى نحكي بغير شيء. شكرا. إذن ريف، هذه هي الأجواء قبيل انطلاق نعم. جلسة اللجان النيابية المشتركة لبحث قانون الكابيتال كنترول. طبعا نعيم، نحن سنبقى معك لموافاتنا بأبرز القرارات أو المعطيات التي ربما قد تنتج عن هذا الاجتماع اليوم. شكرا لك مجددا.